هناك نظرية سأبرهنها، سأبرهن النظرية بهذا الفيديو. في باك 2019 ظهر تمرين الاحتمالات يحتوي كيس على كرات ملونة ومرقمة. يتعلق هذا التمرين بالجدول ذو مدخلين، وهو تطبيق لهذه النظرية. سأسميها بطاقة الاحتمالات الشرطية للجدول ذو مدخلين. نعاود، هذا التمرين في الاحتمالات، هذا التمرين في الاحتمالات ما هو هدفه؟ ما هو موضوعه؟ ما هو الدرس المتعلق به؟ من هي النظرية التي أشار إليها؟ ما هو الهدف من هذا التمرين؟ لماذا طرح هذا التمرين؟ هذا التمرين هو تطبيق لهذه النظرية، بطاقة الاحتمالات الشرطية لجدول ذو مدخلين. هذا ما سأثبته. إذن الآن المعطيات: يحتوي كيس على 5 كرات حمراء و7 كرات خضراء. إذن موضوع الفيديو: تقليم شجرة الاحتمالات بالشروط. نقرأ هذا الجدول. كيس يحتوي على 5 كرات حمراء مرقمة، 4 منها بالواحد و1 بالاثنان، و7 كرات خضراء، 4 مرقمة بالواحد و3 بالاثنان. من هذا الجدول يمكنني الحصول على شجرة الاحتمالات هذه. من هذا الجدول أحصل على شجرة الاحتمالات هذه. في هذا الكيس كرات حمراء وخضراء، نسحب كرتين، قد أسحبهما حمراوين أو خضراوين أو مختلفين. وفي الحمراوين سأسحب الواحد مرتين أو الاثنين مرتين أو الواحد والاثنين، أحصل على هذه الشجرة. أضع سحب كرتين من نفس اللون. إذن الحادثة A سحب كرتين من نفس اللون، والحادثة B سحب كرتين تحملان نفس الرقم. عندما أضع A سحب كرتين من نفس اللون، ما هي الحادثة المعاكسة لها؟ سحب كرتين بلونين مختلفين، قد يكون حمراوين وقد يكون خضراوين. نفس الطريقة مع الشرط الثاني، البي سحب كرتين تحملان نفس الرقم، ما هي المعاكسة لها؟ تحملان رقمين مختلفين. يمكن أن أجزئ هذه الحادثة، فالرقمان المتشابهان قد يكون كلاهما واحد وقد يكون كلاهما اثنان، ولهذا هذه الشجرة تصبح بهذا الشكل. الار ار معناتها حمراء حمراء، معناتها سحب كرتين حمراوين، ونكتب A1 وA2 سحب كرتين خضراوين، وA بار مختلفتين في اللون. نحن الآن في هذه الشجرة. الكيس فيه كرات حمراء وفيه كرات خضراء وفيه كرات مختلطة، قد أسحب الحمراوين وقد أسحب الخضراوين وقد أسحبهما مختلفين. وبالنسبة للرقم واحد، عندما أسحب الحمراوين قد يكون كلاهما واحد وقد يكون كلاهما اثنين وقد يكون مختلفين في الرقم. في الحقيقة أستطيع أن أجمع وأقلم هذه الشجرة. 10 على 66 و21 على 66 يمكن أن أجمعهما، فتصبح هي سحب كرتين من نفس اللون وتكون الحادثة A. وبنفس الطريقة عندي
كلاهما رقم واحد وكلاهما رقم اثنين. أستطيع أن أجمع هذين الغصنين بالحادثة بي في كرتين تحملان نفس الرقم لأحصل على هذه الشجرة. عندما صرح بالحادثتين آ و بي نقدم الشجرة بهذا الشكل، نقدم الشجرة بهذا الشكل. إذن الكيس فيه كرات متشابهة في الألوان وفيه كرات مختلفة في الألوان. عندما أسحب كرتين قد أسحبهما متشابهتين وقد أسحبهما مختلفتين في اللون، والسحب الثاني عندما أسحب مرة ثانية بالنسبة للأرقام قد أسحبهما متشابهتين في الرقم وقد أسحبهما مختلفتين في الرقم. أجمع هذه الأعداد، إذن A بار 35 إلى 66، نجمع 10 و 21. بالنسبة لـ A بار عندي B بار 16 على 35، الحادثة المعاكسة 19 على 35. من أين أحصل على 19؟ من 16 والثلاثة. بالنسبة للحادثة الأخرى عندي الغصن الأول وعندي المسار الثاني. الآ بار البي بار البي والبي بار، لاحظ 16 هو الأربعة والاثنى عشر، البي بار من اللون من اللونين الحمراوين والبي بار من اللونين الخضراوين، أجمعهما هذه البطاقة هي نفسها البطاقة بطاقة الاحتمالات الشرطية. إذن ما هو هدف تمرين البكالوريا؟ هو الوصول إلى هذه البطاقة. هذا ما أردت قوله في الفيديو.